يسعد اوقاتكم متابعين العالم سوريا. ابتدينا اليوم مع سعد دامسكو مع الامل يلي هو الطريق الاساسي لحتى نحقق كل احلامنا وطموحاتنا. بنفس الوقت نحن كثير بحاجه لعزيمه واصرار لنقدر نكمل هالطريق ونوصل لتحقيق الغايات يلي هي بالنتيجه طموحاتنا واحلامنا يلي يمكن نقضي سنين من عمرنا عم نشتغل عليها. يسعد اوقاتك روى. يسعد لي اوقاتك سيبا واوقات كل يلي عم بيتابعونا عبر شاشه العالم سوريا الفضائيه. اكيد الامل هو اساسي لمتابعه مسيره حياتنا، لكن هذا الامل إذا ما لاقى الاهتمام الكافي والعناية والرعاية الخاصة صعب أنه يتحقق. لهيك نحن عنا اهتمام بمواضيع بتهمكم وبتخص تفاصيل حياتكم. رح نتعرف على عناوين حلقتنا. من حقي كطفل، تحيي الطفولة بالمناطق المتضررة من الحرب. سوريا على موعد مع بطولة العرب لكمال الأجسام. أسباب العنف بين طلاب المدارس وآلية التعامل معها. ابن الأنسة مشكلة يعاني منها طلاب المدارس. الصحة الفموية ومشاكل الأغشية المخاطية بالفم. دائما لما منقول المغرب فورا بتتبادر الاذهان الطبيعه الجميله والساحره والجبال والمناظر الخلابه. اليوم مشوارنا رح نروح سبالا بين الويدان الموجوده بالاطلس المتوسط وبالمغرب العربي تحديدا اللي بتمتد على حوالي 20 كيلومتر وبتتخللها اشجار البلوط والعرعر. حلو كتير مشوارنا بعيد لليوم. حنبدا من المغرب العربي من بين الويدان، المنطقه يلي بتسكن بين مجموعه من الجبال بتحيطها من عده جهات. ايضا بيمتاز انه فيها بحيره في أنواع كتير مختلفة من الأسماك، عاشوا سكان المنطقة على الصيادة، لكن بانتظار هالمنطقة مستقبل سياحي واعد كمنتجع للمغاربة وأيضا للسياحة وللعالم. خلونا نبدأ من بين الويدان. دائما بنسمع بعبارات كل حدا يدوب يفكر بحاله والظروف صعبة، كل حدا يدوب شايل حاله وشايل عيلته، لكن بالوطن بالوجع يلي صابنا لسه في شباب عندهم أمل بحياة جديدة، عندهم أمل أنه بكرة رح يكون أحلى. لهيك عنا اليوم مجموعة من شباب متطوعين من فريق ورك أوت دائما بيفكروا بالوطن وبالشباب وبالأمل يلي جاي.
وتحديدا اليوم عم يضوا على شريحة هي الأقرب لقلوبنا، الأطفال، خصوصي أنه في كتير من الأطفال عاشوا ظروف طفولة غير سليمة بسبب الحرب يلي مرت على بلادنا. هدول الأطفال بحاجة لرعاية خاصة، بحاجة لاهتمام، لهيك كانت مبادرة من حقي كطفل لحتى تقدم لهم الأشياء يلي بيحتاجوها بشكل خاص ومختلفة عن كتير من الشرائح التانية أو حتى الأطفال التانيين. اليوم حيكون معنا نور الأورفلي يلي هو مشرف المتطوعين بمركز ورك أوت، وأيضا أنور الصالح المتطوع بفريق مبادرات الأطفال لنعرف أكثر عن هالمبادرة. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم معنا عبر شاشة العالم سوريا، ويعطيكم ألف عافية. نحن كنا متابعين لنشاطاتكم بالعموم بورك أوت للفريق التطوعي وتحديدا بمبادرة من حقي كطفل. نور، المبادرة سمعناها عالميا من خلال اليونيسف وغيرها من المنظمات، لكن عندنا هون بسوريا شو هي من حقي كطفل؟ تمام. هلا أول شيء نحن ورك أوت، نحن مجتمع شبابي حابين ننمي حالنا ومننمي المجتمع اللي حوالينا. مننمي حالنا عن طريق الكورسات اللي بنساويها والأنشطة التفاعلية اللي بنساويها، ومننمي المجتمع عن طريق مبادرات تطوعية نحن بنعملها كل سنة بتكون تهدف الشباب والأطفال مختلف أنواع الشرائح. هاي السنة من خلال برنامج المبادرات اللي كنا حاطين فئة الأطفال، حابين كنا نضوي عليها من خلال المبادرة اللي قلنا عليها دعم حقي كطفل. هاي المبادرة بتضوي على فئة الأطفال اللي هن عاشوا بجو الحرب، عاشوا بيئة غير طبيعية، عاشوا خلال مدة كتير طويلة ما كان عندهم أقل مقومات الحياة الطبيعية. مشان هيك نحن حبينا نضوي لهم عن طريق نحن نعمل شغلات نفيدهم، مهارات تنموية توعوية ذات أثر بعيد. تمام. إذا بدنا نحكي أكثر أنوار عن المجالات يلي اهتميتوا فيها مع الأطفال، يعني الشعار كبير لكن شو اشتغلتوا على الأرض؟ نحن عنا أكثر من مجالات المعنوية مشان نرفع معنويات الأطفال، مجالات تعليمية، مجالات تربوية ذات الأثر البعيد اللي حيكون لها أثر كبير تربية الطفل. ومثل ما ذكر نور إنه الأطفال هذول كانوا عايشين إنه بيئة كتير قاسية، فقدوا يعني أغلب مقومات الحياة. فنحن بهي المبادرة عم نحاول إنه نرجع نمنحهم ولو شيء أو جزء بسيط من الأشياء اللي فقدوها، ونحاول نرجع نرسم الابتسامة على وجوههم مرة تانية. أولى خطواتكم كانت بهي المبادرة مع الأطفال بحرصها وإعادة تأهيلهم نفسيا ليرجعوا كأطفال سليمين بالمجتمع. حابين نتعرف على المبادرة أكثر. مبادرتنا بحرصها، نحن مبادرة من حقك كطفل، هدفنا أول شيء إنه نوصل لألف طفل. بحرستها وصلنا لأول 250 طفل، وخلال هالشهر حيكون في مبادرة تابعة لها، مبادرة من حقي كطفل حتكون بدوما، 250 طفل التانيين حنكون وصلنا لأول 500 طفل. المبادرة بحرستها كانت عبارة عن مسرحية تربوية تعليمية ضمنت أكثر من محور. لما وصلنا كان الأطفال مجموعين، بلشنا المسرحية وعلمنا الأطفال، يعني ضمنت أكثر من محور من بيناتها النظافة الشخصية، آداب الحديث بين الأطفال بين بعضهم والتعامل، آداب الحديث والتعامل بين الأطفال بين الأشخاص الأكبر منهم بالسن. اهتمينا أيضا فيروس كورونا، أضعنا على هذا الموضوع عن طريق النقاط الأساسية إنه الأطفال كيفية تلبس الكمامة، تشلحها بطريقة صحيحة، كيف الأطفال تغسل إيديها بطريقة صحيحة. كان في أغاني تفاعلية مع الأطفال، حزازير، يعني كان الجو كتير حلو. بالختام وزعنا هدايا لكل الأطفال. حلو كتير. نحن عم نحكي هلأ عن الأطفال وعن التعامل معهم، هن عالم الوصول له ما له سهل، لكن بالنسبة لأهلهم أيضا كيف قدرنا نوصل لأهلهم، كيف قدرنا نتعامل معهم، وهل كان في صعوبات؟ هلا بصراحة احنا لقينا كتير صعوبة خلال التعامل مع الأطفال خصوصا هديك المنطقة، لأنه هن شوي يعني عندهم شغلات ما مثل الأطفال العادية احنا نتعامل معهم يوميا. هلا بصراحة هن كان في عندهم قبول وكتير كانوا متحمسين ليشوفوا شو عم نساوي شو عم نعمل، خصوصا لما احنا مثلا تفوتي عليه هون بعرض مسرحي فنفرجنهم احنا فاتين. بس هن شو موضوع التعامل الصعب اللي لقيناه، لأنه هدول الأطفال ما بنعرف ردة فعلهم، ما بنعرف احنا شو ممكن يقدمون، هن ما بيعرف شو ممكن يكون. بقى احنا عندنا فريق مختص مع التعامل مع الأطفال، عندهم خبرات سابقة، قدروا هن يقدموا لهم مادة ومحتوى يعرفوا تماما كيف تكون ردة فعل، يستفيدوا منه بأكبر قدر ممكن. بقى نحنا لقينا صعوبة صراحة، بس نحنا يعني حاولنا نتجاوزها خلال الخبرات السابقة اللي احنا عناها كانت. تمام. هلا لحتى نتعامل مع هدول الأطفال أو حتى مع أهاليهم، نحنا بحاجة لأهل الاختصاص لنقدم معلومة صحيحة وفق مستويات عقلية صحيحة كمان، يعني عنا أعمار مختلفة من الأطفال. كيف تم التعاون مع الأخصائيين؟
نحن بفريق ورك اوت كنا حريصين على هاي النقطة. عنا 12 متطوع من أصل 30 مختصين بالأطفال، عندهم خبرات سابقة سواء عن طريق العمل مع مراكز خاصة بالأطفال أو جمعيات خاصة بالأطفال، عن طريق أنه مساوين كورسات إرشادية مشان يكونوا حريصين أنه ما يكون في أغلاط بهذا الشيء. كانوا أيضاً تدربوا على الأشياء اللي كنا إحنا حابين أنه نقدمها للأطفال حتى يكون الشيء اللي حنقدمه مناسب للفئة المتلقية وما نطلع أنه برا هذا الشيء، حتى يكون أنه المحتوى مناسب. تمام. إذا بدنا نحكي عن التعاون يلي اشتغلتوا فيه، لأنه المشروع مانو صغير، المشروع راح لريف دمشق بالدرجة الأولى. تمام. نحكي عن المناطق وعن الجهات يلي شبكتوا معها لا تقدروا توصلوا لأهداف مشروعكم ومبادرتكم. هلا نحن بورك أوت الفريق الداعم الأساسي والأول، لأنه هو فريق شباب سوريا، هو اللي كان عم يدعمنا بكل خطوة نحن كنا عم نساويها. هو فريق كتير بدعم كل المبادرات الشبابية اللي بتستهدف الشباب هون بالبلد. كان في تشبيك مع جمعيات تانية خلال هنيك يجمعونا الأطفال، يعني بديك المنطقة احنا ما كتير بنعرف الأطفال هنيك العالم الناس، بقى احنا شبكنا مع جمعيات تانية حتى بس كرمال يعني يجمعونا الأطفال، بس الباقي كله عم يعني كل شيء عم نشتغله نحن من A to Z كلياته خلال المتطوعين اللي عنا اللي هن كتير نحن فخورين فيهم، وهن يعني عن جد كلياتهم عم يعملوا شغلهم على أكتر شكل ممكن. يعطيكم العافية. الله يعافيك. لا أنوار، كونك متخصص بموضوع العمل التطوعي بالنسبة للأطفال بالفريق عندكم، هدول الأطفال اكتسبوا مهارات حلوة، كونك تجربة أولى يعني منلاقي هلأ القدرات الأولى أو اللبنة الأولى لحتى يبلشوا هدول الأطفال يعملوا شيء حلو، عم تستثمروا طاقاتهم أو شو هي الخبرات الجديدة اللي غير متوقعة واكتسبوها منكم؟ لا بداية مثل ما ذكرت بأول شيء إنه إحنا عنا أهداف خصوصي انه الفئه المتلقيه انه اطفال، فلازم تكوني حريصه انه تعرفي شو تقدمي لهم وشو تتوقعي منه. فمن بين الاهداف اللي مركزين عليها انه ننمي طموحات الاطفال، انه خليه يفكر انه شو حابب يصير بالمستقبل، انه هدول الاطفال مثل ما ذكرنا انه عاشوا بظروف حرب ونسيوا هدول الشغلات، فكان شيء قاسي عليهم، فحاولنا انه نرجع نرمم هذا الشيء، نذكرهم انه ممكن انه انت ترجع للجو الدراسي، ترجع تحلم، ممكن انه لقدام تصير دكتور، تصير طيار، تنمي طموحاتك. والحياة الأساسية عند الطفل. اكيد هاي الحياة الأساسية عند الطفل، يعني حاولنا انه مثل ما ذكرنا نرجع نرسم الابتسامة على وجوههم، نذكره انه معلش كل شيء ممكن انه نبلش فيه من جديد. تمام. وخاصة عم نسمع منكم عن الأثر البعيد، وكل مشروع في له خطة، فبدنا نعرف أكثر من حقيقة طفل شو هو الأثر البعيد لإله كمبادرة، أنتم لشو هدفتوا؟ تمام. نحن كل سنة بيكون عندنا مثل برنامج بنحط فيه مبادرات الأطفال، نحن هاي السنة يعني مستهدفين 10 تقريبا مبادرات حيكونوا موجودين. أول مبادرة كانت بحرستال، المبادرة الجاية هلا عم نساويها ب 26 الشهر حتكون بمنطقة دوما، حتكون بساحة دوما الكبيرة، حيكون فيها كمان فعالية أكبر من فعاليات مبادرة حرستال، حيكون فيها كثير أطفال، حيكون في عرض مسرحي، حيكون في أنشطة تفاعلية، حيكون فيها طبعا أنتم حتكونوا كمان موجودين وتغطوا لنا كمان، وحيكون فيها مثل توزيع هيك شغلات صغيرة، حيكون فيها كورال غنائي، أنشطة تفاعلية. والمره الجايه يمكن يكون بعربين، المره الجايه يمكن تكون بحلب، المره الجايه تكون بس المناطق اللي هي تضررت خلال فئه الحرب، خلال مشان نحن نقول لهم الاطفال انه ممكن يرجعوا، ممكن هالاثار اللي اجت عليهم واللي كانت حتضل لوقت كثير طويل ممكن تزول، يمكن نخففها ونساويها هيك بطريقه ان شاء الله نرجع فيهم الابتسامه على وجوههم. تمام. هلا كان في تعاون بين جمعيات ثانية، لكن التكاليف يلي عم تتأدوا فيها هذا العمل مين عم يتحملها كون العمل كله تطوعي؟ هلا بصراحه نحن اول مبادره كانت التكاليف شوي شخصيه، شوي من حوالينا من العالم الناس اللي حوالينا، كان في كثير ناس دعمونا، مثل ما انا قلت لك فريق شباب سوريا هو كثير كان داعم اساسي لنا. المبادره الثانيه كمان لما شافوا العالم، المبادره الاولى اللي بحرستها صار انا عم يتشجعوا انه هن يجوا، انه لا نحن عملنا مبادره، احنا حابين نشارك، حابين نعمل شيء، حابين نعمل اي شيء خير في خير. بقى هذا المبادرة الجاية اللي حتكون بدوما كمان فريق شباب سوري هو الدعم الأساسي لنا، وفي حوالينا كمان عالم حابين يقدموا خير. بدنا نعرف أكثر عن نتائج عملكم. هلأ نحن لسه عم نحكي بالإطار العام يمكن للمبادرة، اكتشفتوا مواهب مميزة، كان في قصص إنسانية لفتت نظركم من خلال التعامل مع الشريحة المميزة من الأطفال. هلأ حالياً بما أنه مبادرتنا نقدر نقول عنها أنه جديدة
ليش؟ لأنه يعني بلشنا بأول 250 طفل، كانت أول تجربة، لسه النتائج إنه ما فيك تلتمسي النتائج فوراً بعد أول. لكن أحياناً الموهبة المميزة دغري بتلفت نظر، ضمن 250 طفل أكيد في أكثر تمام. من طفل مميز. كان في طفلة من الأطفال إنه يعني بعد ما يعني خلصت المسرحية فعرضت إنه علينا إنه غناء، فطلبنا منه إنه تطلع على الستيج وقامت بتأدية أغنية إنه كتير كتير رائعة. فهي من المواهب إنه يعني إنه تنحفر بالبال إنه شخص طفل بعد ما إنه شاف مسرحية إنه تذكر طفولته، تذكر الأشياء الحلوة، فإنه تشجع يطلع قدام رفقاته على الستيج وأدى أغنية كتير حلوة. تمام. نور حكى أنوار عن القصص الحلوة يلي انحفرت بالبال، لكن بالمقابل هدول الأطفال في قصص يمكن صعبة على طفل انحفرت بذهنه وصارت صعب يتخلص منها. مثل ما بنعرف نحن البناء أسهل من إعادة البناء أو إعادة أن نهدم شيء تأسس هذا الطفل عليه، للأسف هو شيء سلبي، أو خاصة القيم العليا يلي عنا موجودة بالمجتمع. كيف قدرتوا تبعدوا الأطفال عن هاي القصص السلبية لحتى ترجعوا تعطوهم القيمة الإيجابية؟ هلا بصراحه هو مثل ما قلت لك، هن في اطفال هن ربيوا وكبروا ونشؤوا خلال فتره حرب، حواليهم رصاص دمار دم، بقى هن بشكل عام هن شوي ما بيشبهوا باقي الاطفال الطبيعيه. بقى نحن لما احنا عم نروح نفرجيهم هذا الشيء عم ندخلهم اياه بطريقه جديده، بطريقه مدروسه، بطريقه نكون دارسين نحن كل شيء، يكون رده فعل تجاههم. ضوينا على اكثر من محور، ضوينا على مثل ما قال انوار، ضوينا على المحور التربوي التوعوي، ضوينا على موضوع الاخلاق والنظافه الشخصيه، كيف يحكي واحد مع الكبير، هدول الشغلات ما بيتعلمون خلال عالم، يعني ما بتلقوهم ولا ماده ممكن يقول لك انت كيف تتعاملي مع عالم، كيف مثلا تغسلي ايديكي. احنا هدول الشغلات قدمناهم عن طريق عرض مسرحي مثل مسرح متنقل، احنا كان الفكره تبعنا نوصل المسج من خلال هذا المسرح، من خلال قصه عالميه مثلا نوصلهم يا اخي هذا المسج. كان المسرح تفاعلي، فانه نحن لما كنا نؤدي المسرحيه كنا نخلي الاطفال يشاركوا معنا، مثل طريقه غسل اليدين، لما بعد ما انتهينا منهم طلبنا من الاطفال انه يكرروا هذا الشيء، او طريق لبس الكمامه، فالاطفال كثير انبسطوا بهذا الشيء وكان الجو كثير مميز. يعطيكم كل العافيه، الفريق بيستحق هلا انه نحن نضوي عليه بشكل شخصي تحديدا، القائمين عليه المتطوعين فيه، واي شخص حابب انه يكون جزء من فريقكم كيف بيقدر يتطوع معكم؟ نحن عندنا بيج على الفيسبوك، بيقدر اي حدا من الشباب بيتحمسوا يشوفونا مثلا مجال الاطفال، اي شيء حابب يتطوع فيه يقدم شيء عمل انساني هو اسمه ورك اوت، بيقدر يبعت السي في تبعه ونحن كل فتره بنعمل انترفيو بنستقبل متطوعين. شو الاقسام اللي ممكن يكون ضمنها؟ كل الاقسام. هلا احنا في عندنا بالمتطوعين 30 واحد، 12 واحد مختص بالاطفال، في عندنا فريق ميديا 10، وفي عندنا الفريق الاساسي. نحن بورك اوت مو بس هنا ضوينا هلا على الجانب الخيري، نحن بنعمل كل فتره فعاليات، هلا بالصيف ناويين نعمل مثل ماراثون جديد كمان، فكرته كثير جديده ما حخبركم تفاصيل بس كثير حلوه حتكون. حنعمل كمان تخييم كل شهر، كمان بتستهدف الشباب حتى يرجعوا هيك يفوتوا يشوفوا الاماكن بسوريا اللي هن ما شافوها او ما بيعرفوها. بقى في كثير جوانب من ورك اوت، اي حدا بيقدر يتطوع ويكون معنا جزء من الفريق. تمام. هلا هاي الجانب الترفيهي من العمل التطوعي، فيها جانب سياحي كمان، لكن العمل الاساسي كمبادرات بده تفرغ، واغلب المتطوعين عم نلاحظ انهم عم بيكونوا من شريحه الطلاب يلي عم يدرسوا، بحاجه لتفرغ كثير كبير ولا لا في اوقات محدده؟ لا هو بصراحه يعني اي نشاط نحن عم نسويه عم بيكون هو اختياري، قديش هو بيتناسب مع فئه الشباب، احنا عندنا كلياتنا بورك اوت فئه شباب طلاب جامعه، في منهم متخرجين، في منهم بيشتغلوا، بقى اكيد عندهم ظروف وعندهم ناس بيشتغلوا معهم وهيك، بقى نحن بنحاول ننسق قدر الامكان مع هدول المتطوعين بحيث انه اي مبادره او اي فعاليه او اي نشاط نحن بنقدر مثلا يكون متناسب مع وقتهم، والميتينج كمان خلال الميتينج كمان حاول قدر الامكان يكون موجودين معنا. بالدقائق الاخيره حابين من خلال برنامجنا دامسكو اليوم توجهوا رساله لكل حدا يمكن اليوم سمع عن المبادره، يمكن حابب يكون جزء منكم او شاف عملكم، شو هو الشيء اللي انتم حابين توجهوه للناس هلا معنا؟ تمام. الأول شيء حابين نحن نوجه رسالة شكر لكل فريق ورك أوت، لكل المتطوعين اللي كانوا موجودين معنا، لأنه هنا بالفعل عم يعملوا شغلات كتير حلوة، عم يعملوا شغلات هو جانب التطوعي بشكل عام هو كتير حلو، بيطلع من القلب، واحد بيكون عنده كتير دافع كبير لحتى يتطوع هذا الشيء. والشكر الكبير والأساسي لإلنا كمان لماما طانت ميرزة عبود، هي الدعمة بكل شيء كانت إحنا عم نساويه، وعم تدعم كل فئة الشباب، هي على طول بتكون معهم بكل خطوة بتدعم فيها الشباب هون بالبلد.
نحن بدنا نتشكركم جدا، انتم دائما بالاعلان عندكم كاتبين ما تتجاهل هذا المنشور، نحن ما تجاهلنا بدورنا كالعالم سوريا، حبينا نضوي على هي المبادره وبندعي من خلال شاشتنا يلي بيقدر يكون معكم بهي المبادره من حقي كطفل انه يساعد هدول الاطفال انه هن المستقبل يلي جاي وهن اكثر حدا بحاجتنا بهذا الوقت. شكرا كثير لوجودك معنا نور كمان. الأرفلي وانور الصالح من فريق ورك. شكرا لكم مره ثانيه، شكرا لكم، اهلا فيكم. ومثل ما هالمبادره عم بتحاول ان هي ترجع الطفولة لأطفال انحرموا منها خلال سنوات الحرب وعاشوا ظروف غير طبيعية، أيضا في عنا مبادرات تانية على المستوى الرياضي لتكسر الحصار يلي عم بتعيشه بلادنا. بعد غياب دام لأكثر من 10 سنوات حنشوف بطولة العرب لكمال الأجسام باللاذقية خلال شهر أيلول القادم. لنعرف أكثر عن هالبطولة وكيف حتستضيفها بلادنا خلونا نتابع هالتقرير. نحن عم يزورنا الدكتور عادل فهيم، هو بيكون رئيس الاتحاد العربي ونائب رئيس الاتحاد الدولي، بخصوص انه نحط النقط الرئيسيه بينه وبين الاستاذ فراس معلا لاستضافه بطوله العرب اللي حتقام بالشهر التاسع باذن الله بمحافظه اللاذقيه. حتكون باذن الله بطوله ناجحه كثير. نحن كان في من شهر الجمعيه العموميه بمصر بالاسكندريه، فانا طرحت موضوع انه استضافتها، يعني خاصة أنه بعد هالعشر سنين صار لوقف في بطولات العرب، تعرف لأنه في حرب بدول العرب أكثر دول العرب، فكانت متوقفة. فلحنا كان لنا الحمد لله يعني الفخر أنه لحنا نكون أول دولة لح نرجع نفعل بطولة العرب. هو حديث الساعة، والنهاردة أنا كنت في لقاء مع معالي الوزير فراس، راجل المحترم والصديق العزيز الغالي، ووضعنا اللبنة الأولية والتفاصيل الرئيسية الخاصة بتنظيم البطولة العربية. إن شاء الله البطولة العربية هتكون تحت رعاية معالي، إلا لو كنا احنا بنحلم بأكتر بفخامة الرئيس، ربنا يخليه لنا بشار الأسد. والاتحاد السوري برئاسة بطل بناء الأجسام السابق منار هيكل أعد كل العدة لتنظيم البطولة على أعلى مستوى، وأصبح الحلم حقيقة. إن شاء الله تقام البطولة، متوقع منتصف سبتمبر القادم، وحتكون أقوى بطولة عربية هيحضرها أكبر عدد من الدول العربية. وأنا بقول من دلوقتي إن شاء الله إن البطولة هيبقى فيها أكبر عدد من الأبطال واللاعبين، وحندعو كل أبطال العالم العرب عشان يكونوا معانا في البطولة. دائما بنسمع وبكل المجتمعات، وهو طبعا العرف الساد، انه الطفل هو رمز للبراءة، رمز لكل شيء نقي بالحياة، لكن وبعض المنظمات بتدعي لإيقاف العنف ضد الأطفال وإيذاء هدول الأطفال، لكن هلا عم نسمع بالآونة الأخيرة وللأسف عن موضوع الأطفال انه هن عم يأذوا بعض بالمدارس، والعنف بالمدرسة صار هاجس عم بيخاف منه كل الأهالي بهي النقطة. مؤلمة جدا هي الفكرة، انه الطفل ببراءته وعفويته
بيته ممكن انه هو يكون عم يلعب ويأذي زميله، لكن لما يكون العنف او الاذى موجه فعلا فهو بحاجه للاكبر، بحاجه للمشرفين لحتى يتداركوا هذا الموضوع. اللوم هون بيوقع على المدرسه، بيوقع على الاسره، على التربيه. نحن بحاجه انه نعرف مين المسؤول مباشره عن موضوع العنف. طبعا كل حاله بتتقيم لوحدها، ولنحكي اكثر عن هي التفاصيل حتكون معنا اليوم الباحثه والاختصاصيه التربويه الاستاذه فتون السعيدي. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك يا هلا. اهلا وسهلا فيكي معنا عبر شاشه العالم سوريا. استاذه، لا سمعنا بالاونه الاخيره كثير عن مثل ما حكينا بالبدايه عن العنف بالمدارس، شو اسبابه؟ تمام. هلا بدايه خلينا نعرف بشكل مبسط شو هو العنف. العنف هو اي سلوك بيتسم بالعدوانيه، ان كانت هاي العدوانيه ظاهره او مقنعه، وبيترتب عليه اذى، ان كان هذا الاذى نفسي او جسدي، وبيكون بما انه عم نحكي عن عنف المدارس بيكون بيحصل بالمدرسه. وطبعا له انواع، عندنا العنف الجسدي، عندنا العنف النفسي، عندنا التنمر ايضا هو من انواع العنف، وعنا شيء كتير مهم ومن أكثر أنواع العنف انتشاراً وأحياناً بيغفل عنه الأهالي والمعنيين، وهو الإهمال. الإهمال هو من أكثر أنواع العنف انتشاراً، وبيحصل إن كان بالمنزل عن طريق إهمال حاجيات الطفل الأساسية، الحاجيات النفسية، وبالمدرسة نفس الشيء. تمام. إذا تم إهمال احتياجات الطفل التعليمية أو حتى النفسية، يعني الطفل دائماً بيكون بحاجة إلى العطف، بحاجة إلى الحب. أحياناً بيتم كمان نبذه من جماعة الأقران، فهذا الشيء كمان بيسبب له أذية نفسية. العنف بأشكاله، يعني ممكن يكون جسدي وممكن يكون معنوي. تمام. ولأنه عم نحكي عن بيئة المدرسة فخلينا نسأل قد ايه للمعلم في دور بضبط هالعملية، وقد ايه في لوم يقع على المعلمين؟ تماما. للمعلم اكيد دور كبير، بس نحن ما بنقدر نلقي كل اللوم على المعلم، لانه وخاصه يعني بهالفتره في اعداد كبيره صارت داخل الصفوف، فما بيقدر المعلم يشرف على كل هالاعداد بشكل يكون مثالي، ولكن بيترتب اكيد على المعلم دور، وهو اهم شيء مراقبه الاطفال اللي عندهم نزعه عدوانيه. يعني هي نحن بنسميها علامات تحذيريه بتظهر على الطفل او على الطالب، يعني بشكل عام ممكن تدل انه هذا الطفل راح يستخدم سلوك العدوان. مثلا لما بيحضر ادوات حاده للمدرسه، او بيكون عنده عدم اداره لمشاعر الغضب تبعه، بيكون يعني عصبي زياده عن اللزوم، او بيعبر احيانا بكلمات عن مدى استيائه ومدى حزنه، فهي بتكون من ضمن العلامات التحذيريه اللي بتظهر على الطلاب. كمان من ادوار المعلم انه هو يقيم او يعني مثل جلسات توعيه للطلاب، جلسات مناقشه يناقش معهم موضوع العنف، سلبيات العنف، كيف ممكن يعني يبني معهم علاقة قوامها الثقة، لحتى هم بالنهاية يحكوا مخاوفهم بالنسبة للعنف إذا تعرضوا لتهديد، أو إذا حسوا حالهم أنه هم ممكن يسلكوا أي سلوك فيه عنف. فعلى هذا المبدأ ممكن المعلم يخصص حصص للطلاب، يستخدم أساليب تعليمية مثل تبادل الأدوار أيضا لاستثمار موضوع تثقيفهم عن سلوك العنف. أكيد دور المعلم أساسي تربوي وتعليمي، ودوره أهم بكتير من الظاهر أنه خلص هو أعطى هذا الدرس ومشي. وعن تفعيل دور القدوة كمان. صحيح. بالنسبة للمعلم أكيد، لكن للأسف بعض المواضيع بتضارب فيها الآراء والأفكار بهذا الموضوع. نحن نزلنا على الشارع، كاميرا العالم سوريا سألت الناس عن رأيهم يا ترى على مين يلقى اللوم بموضوع العنف في المدارس، على المعلم أو على التربية المنزلية؟ خلونا نعرف الآراء ونرجع. برأيك العنف بين طلاب المدارس الحق فيه على الأهل أو على المدرسة؟ هلا بجوز على الطرفين، يعني هلا في شيء من الأهل وفي شيء من المدرسة، يعني هلا التربية بتلعب دور كبير، يعني
كيف تعلموا على الصح والغلط اجباري، يعني الولد بالمدرسه يكون هادي مرتب مدري شو. اما اذا من ناحيه القتل وهيك بالمدارس هلا موجوده، الولد بيبدا من الخليه الاولى يلي هي الاب والام، فاذا كان في عنف اسري حيتولد مع الولد ويكون في عنف اسري، طبعا المجتمع بيلحق معه هالشيء مع رفقاته بدون مراقبه الاهل. هلا السبب الاول والاساسي الاهل، لما انا بكون مربيه بنتي صح او ابني صح ما بيجي بالمدرسه وبيساوي مشاكل وبيشاغب، الا ما الولد يغلط او يساوي قصه مثلا، بالنهايه هو طفل. وعندك هلا خصوصا بهالجيل هذا الالعاب اللي موجوده على الايباد والاونلاين نتوركينج، كمان هي بتاثر كثير. عم بيحاولوا يطبقوا هاي الالعاب بين بعضهم البعض بالصف او بين يعني بالباحه او بالانصراف. بحط الدور الاكبر على التربيه بالبيت، لانه لما بيكون طفل متربى ببيته يعني انه بيقدر يعالج المشاكل بينه وبين رفقاته يمكن بطريقه غير اللي بيعالج الطفل معه متربي. لازم المدرسه كمان تكون لها يعني كمان دور بالتربيه وبالتعليم. صراحة يعني اللي بده يتعنف ببيته بده يجي يتعنف بالمدرسة. الدور الأكبر للأهل ليش؟ لأنه أنا وقت اللي بدي واعي ابني بدي فهمه أنه وين غلط وين الصح أكيد ما راح يتعرض للتعنيف. الحقيقة هو بين عدم التعاون بين البيت والمدرسة، ما عم يتعاونوا الأهالي في عدم الانضباط بالبيت، ما عم يجوا لعنا ونحن بنعطيهم تعليمات إنه ما بينفذوها أبدا. بجوز بسبب الظروف المعيشية أو ظروف الأحوال، أحوال العامة اللي نحن عايشينها، بجوز انشغال الأهل. تنوعت الإجابات والآراء وهو شيء طبيعي بمجال التربية. في كتير من الآراء يلي قالت أنه الغلط هو من البيئة الأساسية من البيت، العنف المنزلي ممكن يولد عنف بالمدرسة. سمعنا آراء تانية لا، ألقت اللوم كله على الكادر التدريسي والتعليمي. بدنا نكمل مع الأستاذة فتون السعيدي لنحكي أكثر بهذا المجال، نحاول نكون منصفين ونوزع المسؤوليات. بدنا نحكي هلأ عن تفاصيل أكثر بتخص المعلمين، نحن كيف منساعد المعلم لا يقدر يخلص الأطفال من فكرة العنف اللي هي ممكن تكون يعني موجودة بأذهانهم بشكل كبير. تماماً، بس لنرجع لنقطة أسباب العنف اللي كنت عم كفيها. أسباب العنف يعني للعنف أو السلوك بشكل عام هو بيكون حصيلة ثلاث عوامل، في عنا العامل الوراثي، في عنا عامل التنشئة الاجتماعية، وعنا عامل الدافعية النفسية. لما بنحكي عن العامل الوراثي بيمارس دوره بنطاق الاستعداد، يعني هو مو سبب مباشر وإنما بيكون الطفل عنده استعداد. عنا العامل التنشئة الاجتماعية هو اللي بيظهر هذا الاستعداد أو بينفي، فالتنشئة الاجتماعية هي كتير مهمة بسلوك الإنسان بشكل عام. لما بيكتسب الطفل السلوك من خلال النمذجة، إذا ربي ببيئة بيكون فيها عنف رح يسلك سلوك العنف من خلال تقليد القدوة، إن كان الأب أو الأم أو حتى الأخوة. ونفس الشيء كمان إذا تعزز سلوك العنف، يعني ممكن الطفل بسن صغيرة وخاصة عندنا مرحلة أول 6 سنوات عمرية هي سن تأسيس شخصية الإنسان بشكل عام، فبيكتسب فيها الطفل منظومة خلقية، منظومة سلوكية، بيتعلم الصح والخطأ والسلوك المقبول وغير المقبول. فهو رح الطفل يتبع عدة أساليب، يجرب عدة أساليب لحتى يوصل للي بده إياه. فلما بيستخدم سلوك بيتسم بالعنف، مثلا صراخ أو ضرب لحتى يوصل للشيء اللي بده إياه، إذا كان مثلا بالسوق وطلب شراء غرض وتم رفضه من قبل الأهل، وبعدين بعد ما صرخ أو اتصرف بعنف وافقوا له، هذا الشيء أكيد رح يعزز السلوك ورح يصير في احتمالية لتكرار بالمستقبل. إذا تعزيز السلوك يعني هون تعزز سلوكه الخاطئ عن جهل بالنسبة للأهل، فبيؤدي لأنه يكتسب الطفل سلوك العنف. صحيح، يعني هذا على مثل ما حكينا مستوى البيت، تمام، مستوى الأسرة والتربية، عامل التنشئة الاجتماعية. وفي عنا كمان عوامل أخرى بتخلي الطفل يسلك السلوك العدواني، منها ضعف حصيلته اللغوية، يعني الطفل
من لما بيخلق بيعبر عن احتياجاته بالبكاء بالصراخ، وبعدها لما بيكتسب الكلام بصير بيعبر عن طريق الكلام. ولكن الطفل اللي عنده ضعف بالذخيره اللغويه بصير بيستخدم لغه الجسد اكثر، فبيكون عدواني اكثر. هون نحن بدنا ننتبه يعني كاهالي وكمربين على هاي النقطه، ونقوي له للطفل حصيلته اللغويه من خلال الحوار. هذا شيء مشترك بين المدرسه والبيت، بس هلا بدنا نركز عند الاستاذ يلي ممكن ما يكون عنده الادوات، كيف بدنا نساعده وننصحه ليقدر انه هو يبعد الاطفال بالصف عن العنف؟ تماما، اهم شيء نحن لازم نفعل تدريب المعلمين على هذا النوع، خاصه المعلمين الجدد اللي لسه ما عندهم خبره، فعندهم خلال ورشات تدريبيه وتعليميه عن العنف وكيفيه علاج العنف والتعامل معه بشكل عام، والتعرف على العلامات التحذيريه اللي بتظهر عند بعض الطلاب اللي بتدل على سلوك العنف. كمان عندنا موضوع التمييز، الموضوع التمييز اللي بيصير بالصف هو بيندرج تحت بند الإهمال، يعني لما بده المعلم يميز طالب عن آخر فالطلاب الآخرين أكيد رح يتعرضوا للإهمال، رح تخلق عندهم مشاعر غيرة وعدوانية ويعني غل وحقد على الطفل المميز. ممكن هاي العدوانية هاي الغيرة تؤدي لعدوان عندهم. صحيح، تمام. حكيتي حضرتك عن موضوع المخزون اللغوي، هلا يمكن عم نفتقد شوي لغة الحوار بين الأهل والطفل، عم نلاقي بعض الأطفال صعبي الميراث إنه خلص روح أقعد تفرج على التلفزيون وريحني من صوتك، هاي الكلمة المعتادة للأسف عند بعض الأمهات. قديش مهم نحدد للطفل شو يشوف على التلفزيون؟ قديش دور برامج الأطفال أساسي ببعض المحطات عم تولد العنف عند الطفل؟ وقديش مهم كمان، معلش لو عددنا الجوانب، موضوع القراءة، الطفل صار يبعد عن القراءة، قراءة القصص، قديش بتعزز مخزونه اللغوي السليم؟ تماما، اكيد لغه الحوار لازم تكون حاضره بتنشئه اطفالنا ان كان بالمدرسه ولا بالمنزل. لما نحن نفرض على الطفل عمل اي شيء خلص انا بدي منك تعمله بدون نقاش، هذا الشيء كثير رح ياثر على اسلوب الطفل فيما بعد. احيانا الكلمه هي عنف اخطر من الضرب. يعني احيانا الاهل بيقولوا لك نحن ما عم نستخدم العنف مع طفلنا، فليش طفلنا عنيف؟ الكلام هو عنف، فرح يلجأ دائما لهذا الأسلوب. بالنسبة لبرامج الأطفال هي لها دور كتير كبير باكتساب الطفل بعض سلوكيات العدوان، وخاصة هلأ مع انتشار التكنولوجيا، انتشار وسائل عرض هاي البرامج وغياب الرقابة. يعني سابقا كانت برامج الأطفال تحتوي على قيمة معينة، بالعكس يعني هي رح تفيد الطفل، تفيده باكتساب سلوكيات. أما الآن للأسف يعني نشوف فيها ضوضاء زيادة، فيها إبهار، فيها عنف كثير، وفيها أحيانا منشوف برامج بتحاكي الجريمة، فهون بيكتسب أحيانا الطفل معلومات أو أساليب للجريمة. للأسف دور الرقابة هون نحن كأهل لازم نكون ننتبه تماما شو عم يشوفوا الأولاد، وخاصة الألعاب. في بعض الألعاب تعتمد على العنف وتطلب من الطفل أنه يمارس العنف، والأهل بيكونوا غافلين عن هذا الموضوع. والرقابة أستاذة لازم تكون مباشرة من قبل الأهل أو بطريقة غير مباشرة؟ تكون مباشرة وغير مباشرة عن طريق التوجيه، لما منوجه أطفالنا ومنوعيهم منبني معهم علاقة مثل ما قلت قوامها ثقة. يعني أنا لما الطفل بيوثق فيني رح يحكي لي شو شاف، وأنا بوجهه ساعتها للصح والغلط، وفيني كمان وجهه لمشاهدة برامج حلوة إنه حببه فيها، إلّا إنه ممكن هي تكتسب من خلالها معلومات. في برامج بتعطي الطفل معلومات وخبرات كتير حلوة، وبتفعل عنصر الجمالي والحس الإبداعي عند الطفل، هذا كتير مهم إنه نوجه أطفالنا لإلها. صحيح، من أهم التقنيات للتعلم هي التعلم عن طريق القرين، وأكثر مكان بيكتسب منه الطفل عاداته السلبية والإيجابية الأقران بالمدرسة. نحن ضبطنا هذا الطالب بقلب الصف وبقلب المدرسة، طيب لما بيطلع هذا الطالب لخارج الإطار المكان التعليمي أو المدرسة أو الصف، كيف عم يتم مراقبته؟
تمام. هلا هون الدور بانه نحن لما بنخلي الاطفال او الطلاب يحكوا كل شيء بيتعرضوا له، يعني للعنف كان خارج المنزل ولا داخل، عفوا خارج المدرسه ولا داخل المدرسه، هون بيجي دور المرشد النفسي، المرشد الاجتماعي، لانه اولا هو الموكل باستخدام بطاقه رصد العنف بالمدرسه، وهو اللي بيدرس بيقوم على دراسه الحاله وإعداد الخطة الفردية واستخدام التقنيات تعديل السلوك. فلما بتابع الحالة من البداية، من لما بتظهر العلامات التحذيرية، المعلم بحيل الطالب للمرشد النفسي، وهو بيكفي معه لما بتكون الحالة بحاجة لعلاج وخطة فردية. وطبعا المرشد بيقوم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أقران للطالب والمعلمين والأهل والإدارة لحتى يلم بكافة جوانب الموضوع. تمام. أستاذة حكيتي قبل شوي نقطة مهمة عن العلامات التحذيرية يلي ممكن يشوفها الأستاذ أو الأهل بالبيت أو حتى أي حدا على تماس مع الطفل، إنه هالطفل عنده بوادر للعنف، شو أهمها؟ أهم مثل ما حكيت أنه ممكن هو يعبر من خلال الكلام، عن بيكتب كلمات فيها بتعبر عن حالة استياء، عن حالة غضب، أو ما بيقدر يدير مشاعر الغضب، يعني انفعالاته بتكون مو مناسبة للموقف، وبيكون بتظهر عليه علامات بتدل على العدوانية، أنه هو فجأة بيكون عم يناقش مثلا بالبيت أخواته بده يضرب أو يرفع، يعني هذا تون الصوت كمان بيدل على العدائية، إن كان بالمدرسة بالبيت ولا بالمدرسة بينتبه عليها المعلم. تمام. هلأ بدنا ننتقل لمرحلة غير مباشرة من ردود الأفعال. بجوز الطفل ما يكون من الأطفال صعبي الميراث، والمعاملة الخاصة ما نفعت معه، وكثير بنسمع من الأمهات أنه أنا يئست ما عاد أقدر أتعامل مع هذا الطفل. في نقطة مهمة، مرحلة المراهقة يلي فيها تضارب بالمشاعر بين التخلص من مرحلة الطفولة والدخول للشباب، في تضارب بالمشاعر للطفل ممكن يولد عنده حالة من العنف. تماما، اكيد تضارب المشاعر وتجربه الاشياء الجديده والاساليب الجديده، ولكن نرجع لنقطه البدايه اللي هي الاهم، اول 6 سنوات من عمر الطفل. ليش؟ لانه مرحله المراهقه هي العدسه المكبره لمرحله الطفوله، لما بيكون عندنا ازمات ما قدر يتخطاها الطفل بمرحله الطفوله رح تظهر بشكل جلي بمرحله المراهقه. لما بيتخطى الطفل هاي الازمات رح تكون اكيد اخف وطئا بمرحله المراهقه، ورح نحن نطمن، يعني حتى في مقولات انه ربي طفلك اول 6 سنوات تربيه صحيحه وبعدين اتركه. صحيح. اكيد نحن ما رح نتركه، بس هذا الشيء بدل على اول 6 سنوات واهميتها بحياه الطفل بشكل عام. فالمراهق هو لما بجرب اساليب جديده، نحن بنرجع بنوجهه اول باول، طالما هو تربى انه فعلا يظهر انفعالاته بالشكل اللائق، يتعامل مع الاقران العدوانيين بشكل مناسب. يعني احيانا للاسف بيكون الطفل ما عنده عنف، ولكن الأهل بيقولوا له إذا ضربك اضربه، هذا الشيء كتير خطأ، هو عم تعملوا معه تناقض، يعني هو بالأساس تربى تنشئة سليمة، بترجعوا مثلا لجهل أو تفكير قديم، يمكن خلينا نقول عنه هو تفكير قديم، أو بيفكروا أنه ما في حل يعني لموضوع الضرب إلا بالضرب، وأكيد العنف بيولد عنف. هون لازم نوجه التوجيه الصحيح، انه لا، يلجأ اكيد للمعلم او للموجه وللإدارة، يعني يقدر يوصل صوته لاعلى مكان ممكن. كثير بنتشكرك استاذة، يعني كانت تفاصيل مهمة. الاطفال التعامل معهم ابدا ما له سهل، مع تطور التكنولوجيا، مع ظروف الحرب ايضا، كثير صار في تغييرات يمكن بحياتنا. لازم نربي اطفالنا بطريقة تناسب المرحلة، ونبتعد أكيد عن هاي الأفكار القديمة. الأستاذة فتون السعيدي، حضرتك اختصاصية تربوية، أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكي معنا، وشكرا لوجودك. وأكيد العنف الجسدي لا يقل، أو العنف النفسي لا يقل أهمية عن العنف الجسدي مثل ما حكينا. وزارة التربية والتعليم انتبهت لهي الناحية وأصدرت مؤخرا تعميم بمنع التمييز بين أبناء المعلمين والأطفال الآخرين. فنحن نزلنا على الشارع وسألنا أثناء عن موضوع عقدة ابن الأنسة، إنه يا ترى عندك هاي المشكلة وشو تبعاتها على ابن الأنسة وعلى الطلاب الآخرين. خلونا نتابع الآراء بالاستطلاع.
المدرسة كان في بصفك ابن الأنسة؟ دائما كان في ابن الأنسة وابن الموجهة. أنت ابن الأنسة؟ ابن الموجهة أنا. لا لأنه كانت هي بنت فكانت كل شيء إنه هدى 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 هدى. طبعا. بابا كان مدير مدرسة. هو أنا أروح على المدرسة كله أجت بنت المدير بنت صغيرة طبعا بنت المدير. إيه فاي كل أنا أروح مدرسة الشباب أو صبيان فكله بنت المدير وبنت المدير وأنا أعمل حالي خجلانة خايفة يعني. كان فيه وكان إنه يضل هيك إنه ابن أنسة ممنوع حد يقرب عليه دائما ياخذ العلامة التامة إنه دائما أي شيء إنه كحل وظيفة أو شيء لازم هو يطلع أول الناس وحتى يعني إن ما إجا كاتب أو هيك عادي ما بيتخالف أما نحنا كانوا يخالفونا ينزلونا على الإدارة وهيك يعني. وإني لهلا رفقاتي وما أحلاهم دائما بيقعدوا أول مقعد بيسلمون على الريف الصف بيكون معهم امتيازات تانية ما حدا بيسترجي يقرب عليه. إيه هو دائما إنه العين عليه إنه هو مميز يعني إنه الكل من الأنسات هو بصفي ما كان فيه بس بغير صفوف كان فيه بس كنت شوف يعني اسمع حقي هذا بيكون الكل يعني مقدسه ومدري شو يعني عرفتي كيف كثير له اهميه. هلا انا كنت بنت الاستاذ ورفقاتي كانوا يشوفوني عادي بس بحصل انه كلياتهم بس بده يجوا من طرفي ومن اتجاهي لإلي وبس. كان هيك في شويه تميز يعني بيناتنا في ميزونه انه هي بنت انسه وكذا وهو يكون على طول على الريف وهيك بيأثر على اللي بيغار بس اكثر من هيك ما بيأثر. مدلله يستغربوا العالم انه بابا معاملته بالبيت عكس المدرسة تماماً فكانوا يقولوا له إنه أنتوا كيف قدرانين تعيشوا مع يعني معه فيقولوا له إنه يعني بابا مختلف طبعاً هون بالمدرسة وبالبيت البيت ما بحسوا إنه هو أبداً لأنه بحسوا إنه هذا خلاص مختلف عنهم تماماً لأنه كل الأهمية بتحسيه لإله. لا أبداً أبي كان مستحيل من هذا إنه كان كتير عصبي يعني حتى علي يعني بالدراسة وهيك مستحيل. لا طبعاً المفروض الأستاذ ما يميز بين ابنه والطلاب يعني لازم خلاص كلياتهم طلاب بالمدرسة يفصل بين المدرسة وبين البيت. العناية بالصحة الفموية واحدة من أهم الإرشادات الصحية لكن الأكتار بتعني لهم فقط يمكن العناية بصحة الأسنان والمشاكل يلي ممكن يعانوا منها والآلام الكتيرة لكن الحقيقة هي أوسع من هيك وبتشمل مشاكل منعاني منها رؤى بأغلبيتنا لكن ما منعرف إن هي مرتبطة بالصحة الفموية. صحيح لهيك نحن لازم دايما يكون عنا اطلاع على الأمراض اللي ممكن تصيب الأغشية المخاطية اللي هي أساسية بالفم أو بالجوف الفموي لحتى نطلع على هي التغيرات والأمراض اللي ممكن تصيب الأغشية المخاطية بالفم. رح يكون معنا دكتور بندر شحادة. أهلا وسهلا فيك معنا. أهلا وسهلا. حضرتك باختصاصي بطب وجراحة الفم والأسنان. نعم. شرفتنا على شاشة العالم سوريا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك دكتور. بداية لأنه قلنا الصحة الفموية ما بس بتشمل الأسنان أيضا الأغشية المخاطية. نعم بالفم. نعم أكيد صحيح. فلو نعرف الناس شو وظيفة هاي الأغشية بالفم. هلا بالبداية الغشاء المخاطي بشكل عام هو طبقة من نسيج الضام تعلوها طبقة من الخلايا الظاهرية. هو بشكل عام انه الخط الدفاع الاول الانسجه في باطن الفم يقوم بالحمايه ومن التاكل من مقاومه القشط. هذا بشكل خاص طبعا. ممكن كمان انه نحدد وظيفته بيساعد على ترطيب الفم بشكل عام بيكون بالداخل مع الأمور الفسيولوجية في الفم من البلع المضغ الكلام فهذا بشكل مفصل. نعم. دكتور كيف ممكن نحدد إذا هذا الغشاء المخاطي بحالة سليمة معافى أو ممكن يكون عنده بداية لإصابة بمرض ما؟ البداية بشكل سليم يكون نتبع لون محدد بيكون اللون السليم وردي بيكون سليم من أي مشاكل من أي التهابات ولكن الاتجاه الآخر يكون غير سليم بيكون لون أحمر داكن ممكن يكون كمان يتحول للون بياض. تمام. هذا بشكل مختصر. تمام. وإذا بنحكي دكتور عن أهم الأسباب يلي بتؤدي لالتهابات بالأغشية المخاطية وعوامل الخطر يلي بيعانوا منه أشخاص تلاقي عندهم هاي التهابات أكثر من أشخاص ثانيين فشو هي؟ هلأ المشاكل بالبداية سوء العناية بالفم بالصحة الفموية طبعا ممكن يكون التدخين أو استخدام التبغ
كمان ممكن المشروبات الساخنة أو الوجبات الساخنة أو ممكن يكون بفعل من بيئة الموجودة بالأسنان، يعني ممكن يكون حافة حادة بطرف السن تعمل إلى جرح الغشاء المخاطي. تمام، يعني من الفم نفسه، يعني معناها لازم دائما يكون في عناية بشكل الأسنان أنه هي ما بتخطر لنا. طبعا هذا شيء أكيد، شيء أساسي لازم نحن يعني نعتني بصحة الفم عن طريق الأسنان. يعني لازم نعتني بنظافتها بشكلها التضاريسي بشكل كامل، هو شيء أساسي يعني شيء مكمل مثل ما بيحكوا، يعني أسنان مع الغشاء المخاطي مع الحجرة الفموية كاملة شيء مكمل لشيء. وإذا بنربطها مع الحالة العامة للجسم، تأثير الهرموني ممكن ببعض الأحيان، قد إيه ممكن تتظاهر هالقصص بالتجويف الفموي؟ نعم طبعا، سبحان الله إنه الجسم مترابط بشكل كامل مع بعض، يعني في حالات بتظهر في التجويف الفموي ممكن تكون في عنده مشكلة في الجهاز الهضمي، أو ممكن يكون من ناحية التوتر الشديد شيء عصبي، أو ممكن من موضوع اختلاف الهرمونات يعني كمرحلة الحيض عند النساء، كما ممكن تكون منشأ فيروسي. تمام. ممكن تكون فيروسات خاملة في الفم تظهر من حين لآخر وبشكل، يعني لما نتطرق على موضوع الأمراض الموجودة في الفم. نعم دكتور، هلأ حكينا بشكل عام عن الأعراض الظاهرة والأسباب، لكن هلأ بدنا نتجه أكثر لموضوع شو هي الأمراض اللي فعلا بتصيب الأغشية المخاطية وممكن ما نتهاون فيها. هل الأمراض إلى من حسب المنشأ، ممكن يكون فطري في مرض اسمه كانديدا ألبيكانز أو المبيضات البيض، هي بتكون لونها أبيض. سبب رئيسي بتلاقي أغلب الأحيان موجودة عند مرضى السكري. ممكن كمان يكون مرضى السكري عندك، ممكن يكون يعني هو بالنهاية منشأ فطري. تمام. هي منشأها من الفطريات. تمام. طبعا إلى طرق علاج وإلى عناية وإلى أكثر من شيء. عندنا موضوع ممكن الهربس. هربس منشأه فيروسي، هي أغلبنا بيعاني منها يمكن. أي أغلب الأشخاص يعني هي منتشرة بشكل كبير، تظهر طبعا على صوار الفم. بتكون عبارة عن آفة بداخلها سائل، بتحس المريض بحس فيها أنه مثل شكل تنميل وحرقة. طبعا هي مدتها من 5 أيام لـ7 أيام وبتخف شوي شوي. ووقت تجف يعني بالنهاية وتعمل طبقة صفراء. تمام، يعني ممكن هاي اللي بنسميها بالعوام تقبيلة السخونة. تقبيلة السخونة ايه، بس تقبيلة السخونة يعني هي منشأ فيروسي بالنهاية. طبعا ممكن تنشأ من ارتفاع الحرارة، شكرا يعني للمعلومة هي نبهتيني عليها، ممكن تنشأ من ارتفاع الحرارة الجسم تعمل هي، بس انه هي يعني منشأ فيروسي اكثر ما يكون انه موضوع حرارة أو ارتفاع درجة الحرارة. لكن المشكلة أنه كتير أحياناً بيكون في أسباب مناعية أو بيلقوا الأطباء السبب. أنه هو مجهول، حالات القلاع اللي بيعانوا منها أشخاص بشكل جداً متكرر. وما بينعرف لا علاج يعني بين وقت للتاني، حتى الأطباء بيقفوا عاجزين. فالجانب المناعي شو تفسير هاي الحالات غير المعروفة السبب؟ نعم، هلأ المناعة لسه يعني شيء غير واضح، يعني من مناعة الشخص بتختلف عن شخص آخر، فشيء أساسي طبعا الجهاز المناعي. طبعا في أمراض كمان تظهر من نقص المناعة، مرض نقص المناعة كمان تظهر في بداية في الفم، يعني هي رحمة من رب العالمين. شو أهم الأمراض دكتور يعني اللي ممكن هيك تتظاهر بهالطريقة؟ لا، أهم الأمراض عندنا ممكن مثلا مثل المبيضات البيض تظهر، يعني كمان تظهر في الفم. منشأ مناعي أغلبها. الغشاء المناعي ممكن تظهر منه، يعني أنتوا ببداية يعني مريض السكري هو بالنهاية يكون مناعته ضعيفة. صحيح. فبتظهر بالفم. تمام. هلا المبدا. نعم. تمام. القلاع تحديدا، لانه هذا الموضوع كثير وردنا على الصفحه وانسالنا عنه كثير على صفحه قناتنا اليوم، عم بيعانوا منه. في ناس بتقول منشأه نفسي، انه انا بس حدا قال عنده قلاع تلقائيا بحس انه صار عندي قلاع بالجوف الفموي. هل هي المعلومه صحيحه ولا لا؟ هلا هو صحيحه طبعا، بس هي اغلى يعني اكثر شيء قريب الى ممكن تكون وراثيه. صراحة إنه تجي وراثية أكثر ما تكون موضوع نفسي. يعني أغلب الأشخاص تلاقي موجود بين العمر 20، وتكون منتشرة في النساء أكثر من الرجال. طبعاً تستمر تقريباً من 5 إلى 12 يوم، وممكن تستمر لستة أسابيع. تظل مستمرة وتعمل
هي مزعجه جدا. هالقلاع مزعج جدا، بدايه في حراره لا تستطيع لا الاكل ولا الشرب. أكيد. في اكثر من مشكله فيه طبعا. اكثر هون الوصفات الشعبيه الشائعه. نعم. اشخاص بينصحوا بدبس الرمان. نعم. بنلاقي حتى ناس بينصحوا بالتدخين انه هو ممكن بيساعد، فبدنا هيك نحكي الراي الطبي الصحيح بخصوص هالوصفات هي. نعم. هلا ممكن انت تفضلتي قلتي موضوع التدخين، يعني نحن نقول الدواء من الداء يعني. لا، هذا طبعا شيء غلط بالاساس. هو كعلاجي يجب توقيف الدخان يعني بشكل سريع. موضوع الخلطات الشعبية هي الدبس الرمان ما بنصح فيها بصراحة، يعني لأنه نحن بالنهاية هذه شيء حرارة، شيء يعني في عنا بيئة فموية. هي بتكوي طبعاً. الآفة يعني. طبعاً. لا، من هالمبدأ. الآفة ممكن تزيد. يعني ما فينا نحدد هذا العلاج. تمام. طبعاً نحن لأنه بالنهاية أنا راح أعطي علاج المريض يبتعد عن المأكولات أو المشروبات الحامضية. طبعا دبس الرمان يعني يعتبر بالنهايه عم نعزبه، بنكون يعني هون ما عم يعني نعزبه، يعني انه يروح يلتجئ انه يعني يعمل كوي. لا، ما في شيء هيك شيء اسمه، بالعكس انه لازم يعتني بالنظافه الفمويه. طبعا موجود في علاجات كامله يعني هلا في عم بيستخدموا هلا مثل القلاع. طبعا ما له علاج، ما في علاج محدد، بس ممكن عن طريق المسكنات، عن طريق المراهم الكورتيزون بتساعد بتخفف المشكله هي بشكل عام. طبعا مع العنايه الفمويه بشكل اساسي. نعم دكتور، عنا من الامراض اللي ممكن تصيب الغشاء الفموي مرض الطلوان، صحيح المصطلح؟ نعم صحيح. احيانا بيصير في اختلاط بينه وبين اللسان الجغرافي، انه بيضاد. نعم. اللسان وهنيك. نعم. حاله مختلفه تماما. نعم. هلا مثل ما عم نشوف بالصور على الشاشه. نعم. لكن كيف بدنا نميز بين الاثنين وشو بيختلفوا الحالتين، او خلينا نحكي تحديدا عن مرض الطلوان يلي بيصيب الجوف الفموي او اللسان بالتحديد. نعم. هلا هو مرض الطلوان مصطلح ليوكوبليكيا، هو عبارة عن طبقة بيضاء غير قابلة للقشط. هي يعني شيء غير محدد السبب. نعم. هو بالنهاية هو ورم، يعني يعتبر ورم حميد، ولكن كمان بمصطلح آخر يسمى ما قبل الإصابة بورم خبيث، لأنه هو شيء بيخوف منه، لازم يضل تحت المراقبة. المريض المصاب فيه لازم يضل تحت المراقبة. اللسان الجغرافي يعني بتلاقي كخارطة على منطقة باطن الخد، هذا طبعا شيء طبيعي لا يؤثر ولا ما في احتمال حدوث في ولادي بيجي يعني ولادي بيجي ممكن زيروزي. لا ممكن مع الوقت ممكن يطلع، يعني يجي شكل عادي طبيعي بس ما بيأثر على لا ما بيأثر على أي مشكلة فيه. تمام. ما بيأثر ولا أي. هون بدينا نحكي عن اللسان، فهو. نعم. أيضا جزء مهم من الصحة الفموية. نعم. شو كمان ممكن من الإصابات يلي يتعرض لها ويلي الأشخاص لازم يتنبهوا لها؟ اللسان طبعا هلا نحن بالبداية ما حكينا موضوع جفاف الفم، واحد يتنبه هذا الموضوع، يعني جفاف الفم بالنهاية رح يأثر على كامل تجويف الفم. يعني عندنا موضوع الغدد اللعابية تكون تعمل ترطيب الفم بشكل دائم. اللسان ممكن يصبح في أكثر من حالة باللسان، ممكن يصير في جفاف اللسان، القلاع كمان ممكن يظهر على منطقة اللسان. طبعا موضوع الحروق كمان، يعني المشروبات الساخنة هتأثر على اللسان بالنهاية. أيضا الأسنان بتلعب دور بهذا. نعم. المكان بنلاقي أشخاص بيعانوا من العضة الدائمة أو يعني صرير الأسنان بالليل. نعم. عم تأذي الأغشية المخاطية، يا ريت تخبرنا بالدقائق الأخيرة عن هالحالة وكيف ممكن يتم علاجها. طبعا هلا صرير الليل لهي حالة يعني مستندة من توتر عند الشخص، وأثناء بتكون تحدث أثناء النوم أكثر شيء. هلا هو بداية حتؤثر أكيد على الغشاء المخاطي للفم، وحتأثر على الأسنان بشكل خاص. فواحد هلا في يعني أمور وقائية ممكن يعمل قالب حماية الأسنان، وضع هو أثناء النوم بيحمي هي المشكلة الأساسية اللي عنده. ومع العناية الفموية بنكرر وبنعيد، يعني المشكلة اليوم عندنا موضوع العناية الفموية في تقصير شوي من الأشخاص. صحيح. وكمان بتمنى من جميع الأطباء، من جميع ما ليس فقط الأطباء الأسنان، نحن لأنه مثل ما بيقولوا هرم متكامل، أطباء الأسنان أطباء البشري بشكل عام. التوعية موضوع الصحة الفموية هذا شيء أساسي حتى. نعم. بتمنى أنه المريض كل 6 أشهر يعمل زيارة دورية، لأنه ممكن تكون في آفات تكون حميدة
ولكن مع مرور الزمن وعدم اكتشافها تتحول لمرض خبيث والعياذ بالله. شكرا كثير لوجودك معنا دكتور بندر شحاده الاختصاصي بطب وجراحه الفم والاسنان، شكرا للمعلومات القيمه، وبدنا نتمنى الصحه والسلامه للجميع بجميع مناحي الحياه. شكرا شكرا جزيلا لكم ويعطيكم الف عافيه، وسعيد جدا باللقاء. اهلا وسهلا فيك دكتور. وبيبقى بختام سعد دامسكو نتوجه لكم متابعينا بكل الشكر انه رافقتونا بهالرحله لليوم، وبنتمنى نكون قدرنا نقدم الاشياء المفيده والمواضيع يلي بتهمكم اجتماعيا صحيا ونفسيا ايضا. واكيد بدنا نتشكركم كمان مره اخيره، وبدنا نتمنى تتابعونا عبر مواقعنا على التواصل الاجتماعي فيسبوك انستغرام يوتيوب، وكمان على موقعنا على ويب سايت. الحلقه القادمه تبقوا بالف خير والى اللقاء.